بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلال رحله الرئيس اردوغان للخليج والتي اهدى فيها قاده السعوديه وقطر والامارات سيارات كهربائيه تصنعها شركه محليه تعرف باسم طوج كانت الاسم الابرز او الرقم الهام في وسائل الاعلام. لذلك نتابع معكم في هذا الفيديو ابرز مواصفات واسعار السياره التركيه التي اهداها الرئيس اردوغان لقاده الخليج، للوقوف على التفاصيل كونوا معنا حتى النهايه. قدم الرئيس رجب طيب اردوغان سيارتين كهربائيتين تركي الصنع من طراز تي 10 اكس الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان. وفي قطر أهدى الرئيس التركي السيارة ذاتها إلى أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني، كما قدم أردوغان السيارة التي أطلق عليها فخر تركيا إلى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زيد آل نهيان الأربعاء خلال زيارته لأبو ظبي. ماذا نعرف عن السيارة توج؟ أطلقت أربع شركات تركية بالتعاون مع أكبر منظمة غير حكومية في البلاد شركة لصناعة السيارات الكهربائية تسمى توج، والشركات الأربع هي مجموعة انالدو جروب التي تعمل في مجالات مختلفة، وبي ام سي التي تعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمركبات التجارية والعسكرية في تركيا، وشركة الاتصالات توركسيل، بالإضافة إلى مجموعة زورلو القابضة، وبحسب موقع توج فإن الشركات الأربع بالإضافة إلى اتحاد الغرف التجارية. وتبادل السلع في البلاد وحدوا قواهم عام 2018 لتاسيس شركه السيارات الكهربائيه واطلقت توج سيارتها الكهربائيه الاولى من نوع تي 10 اكس في عام 2022 وهي مركبه تعمل بالدفع الخلفي ويقول الرئيس التنفيذي لشركه توج محمد جوركان ان الهدف من المشروع هو تطوير علامه تجاريه للسيارات الكهربائيه تعود ملكيتها الفكريه الى تركيا وفي كلمة على موقع الشركة قال كراكاش إن الشركة ستساهم بمبلغ 50 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا كما أن المشروع سيوفر فرص عمل لما مجموعه 20 ألف شخص بما في ذلك خمسة ألاف موظف مباشر تابع لشركة طوق حسبما ذكر كراكاش ما هي مواصفات السيارة التركية؟ وكشفت توج عن سيارتها الجديدة سي 10 اكس في نوفمبر من العام الماضي بعد أن أزاح الرئيس التركي أردوغان النقاب عنها، وطرحت الشركة السيارة في الأسواق لأول مرة في مارس الماضي، وأطلقت الشركة ثلاث فئات من سياراتها الكهربائية تحمل مواصفات مختلفة بما في ذلك مدى سير يصل في الفئة الأعلى إلى 523 كيلومتراً فيما يستغرق شحنها السريع 28 دقيقة وتنتج الشركة السيارة الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات بستة ألوان مختلفة بما في ذلك الأبيض الذي قدمه أردوغان للسعودية والإمارات والأزرق لقطر ويبلغ سعر السيارة وفقا لموقع الشركة الرسمي مليون ميتين سبعة وعشرين ألفا وخمسمائة ليرة ما يزيد قليلا عن خمسة واربعين ألف دولار أمريكي بسعر الصرف الحالي ويمكن أن يصل السعر للفئة الأعلى إلى مليون خمسمائة ثلاثة وستين ألف وخمسمائة ليرة أي حوالي ثمانية وخمسين ألف دولار أمريكي. كما يمكن أن يرتفع السعر بإضافة مميزات أخرى للسيارة بحسب ما يطلبه المستخدم. في مارس أعلنت توج أنها تلقت مئة ألف طلب لطرازها الأول من السيارات الذكية T 10 X في غضون سبعة أيام بحسب ما نقل صحيفة ديلي صباح المحلية. طموحات مستقبليه من جهته قال وزير الصناعه والتكنولوجيا التركي فاتح كاسير ان اول شركه طوج لتصنيع السيارات الكهربائيه ستنتج ما مجموعه مليون سياره بحلول عام 2032 وقال الوزير لمجموعه من الصحفيين ان حوالي 97% من هذه المركبات ستباع للمستهلكين بينما ستشتري المؤسسات العامة نسبة 3% المتبقية حسبما نقلت وسائل إعلام محلية وأضاف كثير أن محطات الشحن التي تضم 1662 منفذا متاحة الآن في 81 مقاطعة بالبلاد فيما تخطط توج في الوقت ذاته لبناء محطات إضافية في البلاد وقال إنه بحلول نهاية العام الجاري ستكون هناك 20 الف سيارة من طراز توج على الطرقات في تركيا في الختام متابعينا الاعزاء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته